2012 ما منعوا السيارة، أنا كنت أشوف بنات يسوقون سيارة بفترة سيطرة التنظيم على المدينة، لكن يعني القوانين اللي يفرضوها، أبسط شيء مسألة الحجاب، وبالفترة الأخيرة أجبروا المرأة أنه تغطي عينها، يعني هاي كلها معوقات، يعني ما ممكن المرأة تسوق وهي مغطية عينها، ما راح يعني تسيطر على الشارع أو على. السياقة أصبحت فد شغلة ضرورية أنه واحد يتعلم السياقة حتى يعتمد على، خاصة بالنسبة للمرأة أنه تعتمد على نفسها، كافي أنه تعتمد على الرجل يوديها ويجيبها. هاي شغلة، وشغلة ثانية أنه القيادة، قيادة السيارة تكمل شخصية الإنسان سواء كان رجل أو امرأة.